كل التحية ليك يا كابتن ايمن شوقي، وبرحب بيك طبعا في البدايه وبكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. مبروك النهارده طبعا الفوز، فوز مهم لفريق النادي الاهلي. هنتكلم على المباراه واداء فريق النادي الاهلي مع الكابتن سيد ابو حفيظ مدير الكره. ببارك لك كابتن سيد، يعني 3-0 مش هتكلم على نتيجه على قد ما اتكلم على دخولنا كان في البدايه في المباراه، دخول جيد جدا، لكن بشكل عام بتشوف الاداء النهارده ازاي؟ وبعدين شويه في الشوط الاول ورجعنا في الشوط الثاني، حطينا بخبرتك الكبيره كابتن سيد في المباراه. يعني طبعا بالتاكيد يعني الحمد لله طبعا على الفوز، وده في المرحله اللي بعد الغياب الطول دي اهم حاجه. بالتاكيد ما وصلناش لاحسن حالاتنا، وده وضع طبيعي جدا في ظل الغياب الطويل قوي في اللي استمر حوالي بتاع 5 شهور، وده وضع طبيعي. يعني فوز مهم زي ما قلت، يمكن بس الواحد زعلان طبعا على الاصابات اللي حصلت اضطراريه زي متولي واحمد الشيخ، وهنشوف كمان موقف جيرالدو ايه بكره. يعني متولي بيعمل اشعه دلوقتي، ويا رب ان شاء الله تكون الامور بسيطه مش كبيره ان شاء الله. يعني لكن انا بشوف ان ده وضع طبيعي جدا، يعني بدايات كل الانديه الكبيره اللي كانت بعد غياب طويل زي مثلا ريال مدريد ولا مانشستر سيتي ولا ليفربول حتى، ولا كل الانديه في معظم دوريات العالم لما كانت بتبقى اول ماتشين ولا ثلاثه بتبقى المواقف مش على المستوى المنتظر ولا المطلوب، ده وضع طبيعي. يعني نعدي المرحله دي بكل اشكالها، بحيث ان احنا مش عايزين نخسر حد في الاصابات، مش عايزين نخسر حد في حاجات مطوله، وفي نفس الوقت مش عايزين نفقد نقاط، عايزين نحافظ على فرق النقاط اللي بيننا وبين المنافسين، وده برضو كويس. لكن طبعا بالتاكيد احنا ما وصلناش لاحسن حالاتنا بالتاكيد. يعني نقدر نقول طبعا عارفين ان في بعد كبير جدا يا كابتن سيد على المباراه، لكن نقدر نقول اللعيبه مباراه الزمالك واخده حيز شويه من التفكير بالنسبه لمباراه الزمالك القادمه يا كابتن سيد، ولا الامور ماشيه ازاي؟ مباراه الزمالك نقدر نقول واخده حيز شويه من تفكير لعيبه النادي الاهلي مع البعد طبعا عن المباريات وعن الفتره اللي فاتت، لكن واخده حيز شويه واضح قوي يا كابتن سيد. طبعا هي مباراه الزمالك مباراه كبيره بالتاكيد، يعني لكن هي في النهايه برضه هتبقى مباراه كره قدم ما بين فرقتين كبار اكيد. يعني لكن يمكن في الدوري المصري زي ما قلت بيتاخد على مراحل وفترات مش قصيره، لكن مباراه الزمالك 3 نقاط مهمين بالنسبه لنا يزودوا الفارق، فان شاء الله الرحمن ربنا يكون معانا باذن الله في التوفيق باذن الله ويكون حليفنا. يعني لكن زي ما قلت، يعني قلت لك ده وضع طبيعي في الغياب الطويل اللي استمر ل5 شهور، ان انت تبدا تدريجي لحد ما توصل لمستوى كويس ومطلوب، لكن بالتاكيد يمكن الاصابات دي اوحش حاجه بتمر بيها. ان شاء الله الرحمن عندنا ثقه في كل المجموعه، عندنا ثقه في كل الناس اللي ممكن تشارك وتادي ان شاء الله. يعني صعوبة المباراة بتشوفها مع التكتل الدفاعي اللي بيلعب بيه كابتن احمد كشري، يعني في تكتل كان بشكل كبير جدا سواء في الشوط الاول في الشوط الثاني، ده يقدر يصعب شوية الامور يا كابتن؟ بالعكس، يعني انا شايف ان في البداية يعني عملنا حوالي بتاع 12 14 دقيقة كانت متميزة جدا لحد ما جيرالدو قدر ان هو يحرز الهدف الاول، وبعد كده حصل تراجع شوية يمكن ما كانش مبرر يعني. لكن في النهاية بالعكس انا شايف ان كشري عمل ماتش كويس قوي، كابتن احمد كشري عمل ماتش كويس قوي، ما كانش التكتل الدفاعي المطلوب، بينزل تحت مستوى الكوره لكن ما كانش مثلا الراجل اللي رصصهم كلهم في 18 يعني. فالجول كمان اللي جه بدري يمكن ساعد في كده، ان هو كمان عايز يبقى له تواجد هجومي. يعني زي ما قلت لك، يعني الفكره كلها لو انت في افضل حالاتك اعتقد ان الاداء والنتيجه كمان كانت ممكن تتغير. النتيجه 3-0 نتيجه مش قليله، لكن زي ما قلت لك يعني احنا بندور ان احنا يبقى عندنا نوصل لاعلى مستوى ممكن، وفي نفس الوقت يكون ما عندناش اصابات ان شاء الله. اللعيبه تاخد راحه كابتن سيد بعد الفتره اللي فاتت دي، ممكن بكره يبقى في راحه ولا برضه مستمر النادي؟ احنا عندنا تمرينه بكره بس معظمها يعني حاجات ريكفري، لا مش حاجه اساسيه، فهتبقى الموضوع من يعني في ساونا ومساج وحاجات خاصه بالحاجات اللي هي استشفاء يعني، لكن ما فيش تمرين في الملعب. يعني ان شاء الله الرحمن نفصل عن المباراه اللي فاتت، نفصل بيوم كويس، نرجع ان شاء الله الرحمن يوم الاربعاء باذن الله مستعدين لمباراه قمه باذن الله، مباراه كره قدم كبيره ما بين الاهلي والزمالك. شكرا.